يقول لك بس هم اصل الناس بيقدسون مشايخهم. طبعا بيقول لك اصل الناس يقدسون مشايخهم اللي هم مين؟ المفروض علماء اهل السنه هم اللي بينكروا على الصوفيه ان هم يقدسون مشايخهم. اسمع، هذا شرك، وهذا شرك، وهذا شرك. المفروض ان هم اهل السنه والجماعه قالوا عن التقديس بتاعهم لمشايخهم هذا شرك. طب ايه هو نوع التقديس يا شيخ؟ ما هذا الشرك، يعني حته الشرك في حته بسيطه. انا لما ابوس ايد الشيخ بتاعي فين هو الشرك؟ واحد بيسالني مره بيقول لي يعني وتقبيل اليد يعني هذه بدعه. طيب واحد قبل كده قال له هذا شرك تقديس المشايخ، قال لك هوريكوا حاجه صغيره من الشرك اللي هم بيقولوا عليه تقبيل يد المشايخ، فقال له هذا بدعه. يعني هو بدعه ولا شرك؟ طيب انا هجيب لك حد من اهل السنه والجماعه اللي هم ما بيحبهوش. واحد بيجي لهم مغص لما بيسمعوا اسمه، الشيخ ابن عثيمين. لما سألوه حكم تقبيل يد المشايخ احتراما لهم، المفروض عن كلام المدعي البرهاني الشيخ يقول بدعة وضلالة وشرك. اسمع، تقبيل اليد احتراما لمن هو اهل للاحترام كالاب والشيخ الكبير والمعلم، لا بأس به، لا بأس به. قال لك لا بأس بذلك يا شيخ، ودي أول شبهة معانا النهاردة، إن مشايخ أهل السنة قالوا تقبيل يد المشايخ عند الصوفية شرك، وزي ما حضرتك سمعت شيخ من مشايخ أهل السنة قال لا بأس بذلك، يبقى هو كذاب ولا لأ؟ خش على الشبهة اللي بعدها. هو ربنا عنده إيد بيبوسوها؟ دي شبهة تانية، هو ربنا عنده إيد بيبوسوها؟ ما عندوش إيد أصلاً، ما هو شرك يعني إيه؟ ما عندوش إيد أصلاً، هنرد عليها كمان شوية. أنا بعمل عمل مشترك زي ما بعمله مع ربنا بعمله مع الراجل ده اسمه إيه؟ اشركته في الحته دي. ربنا بيبوس ايده؟ ما عندوش ايد اصلا. ربنا ما عندوش ايد اصلا. لما ربنا في القران يقول يد الله فوق ايديهم، لما ربنا يقول يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، لما ربنا يقول لك والسماوات مطويات بيمينه، لما ربنا يقول لك قل ان الفضل بيد الله، كل الايات اللي ربنا اثبت لنفسه اليد وقال تعالى ليس كمثله شيء. يبقى من هنا لو انت عاقل هتثبت لله ما اثبته لنفسه على الوجه الذي اراد. اليد معلومه والكيف مجهول، لا تشبه يد المخلوقات. يجي الشيخ عتريس ويقول لك ما عندوش ايد اصلا عشان يبوسوه. خش على اللي بعده. طيب وتبوس ايده ليه يا اخي؟ وتقعد تقول له سيدي وملاي والسيد الله. السيد مش الله ولا حاجه. زين الشبهه اللي بعدها، ازاي تقول السيد الله؟ الله مش السيد ولا حاجه، على اساس ان مشايخ اهل السنه قالوا لا يجوز انك تقول للشيخ يا سيدنا. اسمع، انا اقول ربنا ما اسموش السيد، والاسماء الالهيه موجوده وفتش فيها مش هتلاقي السيد. الاسماء الالهيه موجوده فتش فيها ومش هتلاقي السيد. طيب لو انت عاقل ومؤيد لهذا الرجل، ابحث على اسم السيد عند الامام احمد او عند الامام ابي داود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله. واسم السيد من الاسماء المشتركه اللي ربنا سمى نفسه بيها زي الكريم والرحيم، واللي ينفع تطلق على الانسان. يعني عندك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم رحيم، وربنا من اسمائه الحسنى رحيم. فهل اشتراك الاسم ده شرك يا شيخ؟ وهل الوهابية قالوا كده اصلا ولا لا؟ وهل لو اشتركت الاسماء هل يلزم اشتراك نفس الصفة؟ لا طبعا، صفات الله لا تشبه صفات المخلوقات. كمل. وسيدنا النبي قال انا سيد، يبقى ربنا اشترك مع النبي والنبي اشترك مع ربنا. يعني ربنا مش فاهم ان النبي مش فاهم ان ربنا هو السيد، يقوم يقول انا سيد ولد ادم ولا فخر. النبي يقول انا سيد، تقول لي لا ده ربنا السيد؟ بدون تقول لي لا ده ربنا السيد، على اساس ان في حد اعترض انك انت ينفع تقول للشيخ يا سيدنا ولا لا؟ بتنكر حديث النبي ولا بتدعي ان النبي قال كلام ما يليقلوش وهو يليق بربنا؟ يعني بتكذب النبي تاني؟ تاني، على اساس ان هو كذبه اولاني. فطبعا اللي قاعدين يا العالم الوهابيه دي كفره. النبي يقول انا سيد، تقول لي لا ده ربنا السيد؟ بدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار لما أقبل سعد بن معاذ لكي يحكم في يهود بني قريظة قوموا إلى سيدكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الحسن بن علي رضي الله عنهما ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. يبقى زي ما حضرتك سمعت كده شيوخ الوهابية ما قالتش زي ما انت بتكذب عليهم ان قول سيدنا للشيخ او لشخص ما بدعة وشرك. فهمت يا شيخ عتريس؟ كمل. النبي قال كلام ما يليقلوش وهو يليق بربنا، يعني بتكذب النبي تاني؟ نكذب النبي ونضحك على الناس؟ يقول لك ما تقولش يا اخي مولانا مولاكم الله، ما هي مولى بمعنى الخير. الشبهه اللي بعدها، ما ينفعش تقول لفلان مولانا مولاكم الله. طبعا الكلام ده على لسان الوهابيين الوحشين، انك لو قلتها شرك وبدعه. هنسمع دلوقتي مشايخ الوهابيه هم بيقولوا يجوز ولا لا يجوز، شرك ولا بدعه. سيدنا النبي
صلى الله على سيدي ومولاي. يا جعفر أشبهت خلقي وخلقي، يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، يا زيد بن حارثة أنت أخونا ومولانا. النبي كان بيقول لسيدنا زيد بن حارثة يا مولانا، كمان اعترض على النبي بقى كمان بالمرة بقى بوظنا. لا ما تقولش يا مولانا المولى هو الله، ما تقولش يا مولانا المولى هو الله. طبعا هو بيتريق على طريقة نطق الوهابية لكلمة الشرك اللي قالوها دي، فخلونا نسمع هل قالوها فعلا ولا لا. هنجيب لك شيخ من أهل السنة والجماعة أيضا لما بيسمعوا اسمه بيجي لهم مغص. يقول هل يجوز إطلاق لفظ مولانا على العلماء والمشايخ؟ يعني محبوبنا، مولانا معناه محبوبنا. لا بأس، لا بأس، مولانا محبوبنا لا بأس. قال لك لا بأس يا شيخ هيثم. قال لك إيه؟ لا بأس يا كذاب. اللي بعده، حديث المروي في سنن أبو داود عن زارع قال كنت في وفد عبد القيس، الوفد اليمن، عشان يبيعوا حضرة النبي، كنا نتبادر من رواحلنا فنقبل قدم النبي. طيب الحديث اللي قاله فيه شخص مجهول، فلو فرضنا معاك ان الحديث صحيح، ده علاقته بتقبيل اليد؟ يبقى تقبيل اليد بدعة. يبقى تقبيل اليد بدعة لان الحديث اللي بيقول كنا نتبادر ونقبل يد النبي ورجليه صلى الله عليه وسلم، فلو فرضنا ان الحديث صحيح فيبقى تقبيل يد المشايخ جائز عشان الاحاديث الصحيحة اللي وردت في كده. لكن الحديث اللي انت قلته فيه مجاهيل يا شيخ يا مجهول. تقبيل القدم هو السنة، حديث مروي في سنن ابو داود وفد كامل، زي الايات ياخدوها من حتت مش بتاعتها، الحديث يجيبوه من حتت مش بيستشهدها. ايوه بيجيبوا احاديث مش موجوده في كل الكتب. فاكر انا الحته دي، ما انت مش عارف الموطن. سيدنا النبي قال انا ابن امراه من قريش فكيف يكون سيدا. هو طبعا دلوقتي بيتريق على مشايخ اهل السنه، ازاي النبي يقول انا ابن امرأة من قريش كيف يكون سيد؟ لا يجوز أن تقول أنا النبي سيدنا محمد، لا يجوز أن تقول سيدنا محمد عن كلام الشيخ. تعالوا نشوف. طب ما قال أنا سيد ولد آدم، ما ده موطن وده موطن، ما تجيبش الموطن دي تحط في الحديث دي والموطن دي تحط في الحديث دي، ده اسمه قياس مع الفارق فهو باطل شرعا. جواز عتريس من فؤادة باطل، جوازك من فؤادة باطل يا عم عتريس. موطن وده موطن، ما تجيبش الموطن دي تحط في الحديث دي والموطن. لسه هنرد على موضوع سيد. يقول لك يا اخي قال لا تسيدوني في الصلاة. طبعا قصده ان مشايخ اهل السنة اوردوا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا النبي يقول لا تسيدوني في الصلاة. تعالوا نسأل شيخ من مشايخ اهل السنة والجماعة عن الحديث ده، هل صحيح ولا غير صحيح؟ حديث لا تسيدوني في الصلاة لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بس كده، حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا الشيخ عتريس هيقول لهم هم قالوا الحديث صحيح لكن انا بقول لكم ان هو غير صحيح، فهيبان قدام شوية الغنم اللي قاعدين انك انت كشفت ضلال ناس كتير. ايوه الحديث غير ما هو صحيح، ولو راحوا بحثوا عليه هيلاقوه غير صحيح، مع ان مشايخ اهل السنة قالوا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. مغالطة رجل القش. كان لا تسودوني في الصلاة، بيقول لك هي لا تسودوني في الصلاة، لا تسودوني مش لا تسيدوني. إن سادة يسودوا مش سادة يسيدوا. طبعا هم اكتشفوا الخطأ ده، اكتشفوا الخطأ ده فقاموا عدلوها وصلحوه في الكتب الجديدة، وصلحوه في الكتب الجديدة على أساس إن الكتب القديمة مكتوب لا تسيدوني في الصلاة حديث صحيح عن كلامه. فلما جبنا لك لو بحثت على النت او بحثت عن اي شيخ من اهل السنه هيقول لك الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعات القديمه لا تسيدون، النبي ما بيعرفش عربي. النبي دلوقتي رمى الشبهه ورد عليها، هم بيقولوا حديث لا تسيدوني في الصلاه، وقال لك النبي ما بيعرفش عربي. ما هم ما قالوش كده اصلا يا عتريس. لا تسيدوني لو هيقولها صحيحه وقالها النبي لا تسودوني في الصلاه، أوليس هذا سيد من أسود مش من أسيد؟ حتى اللغة العربية بتاعتهم غلط. تعظيم مغلطة رجل القش، يقول لك قالوا وهم ما قالوش، ويروح يرد عليهم على أساس إن هم قالوا وهم ما قالوش، فيبان قدامهم إنه مدد يا مولانا مدد، مدد يا برهاني مدد. أيوة تعذروه وتوقروه، ربنا ما زعلش من ناس سكر ولا زعل من ناس سرقوا، إنما ربنا ما زعلش من ناس سألوا، ربنا زعل من ناس قالوا. حلو، فهل الزعل صفة من صفات الله يا أجهل خلق الله؟ هل ربنا بيزعل؟ هيجي واحد بوش مربع يقول لك الزعل من الغضب وربنا بيغضب. أبسطها لك،
في القرآن وارد إن ربنا يريد. فلما أنا أقول لك ربنا يريد منك إن أنت تتوب، والله يريد أن يتوب عليكم، ينفع وأنا بشرح حالك أقول لك ربنا عايزك تتوب؟ ما ينفعش، لأن العوز صفة نقص لله، زي الزعل صفة نقص لله. ما ينفعش تقول ربنا بيزعل. فهمتوا يا صوفية؟ سيدنا النبي قال له يا محمد اخرج لنا يا محمد، قال له ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون، يعني ما بيفهموش، واللي ما بيفهموش يبقوا ايه؟ يبقوا بهايم. يعني اللي بيقول محمد ويا محمد ده ربنا بيقول عليه بهيم مش انسان. هنا بيشتم الصحابة سب علني، اللي نادوا النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات ناس من بني هاشم قبل أن يسلموا، فنزلت فيهم الآيات، وكان منهم مين؟ الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وقيس بن عاصم. فهل ينفع نقول عليهم كده؟ لا يعقلون، يعني ما بيفهموش، واللي ما بيفهموش يبقوا ايه؟ يبقوا بهايم. يعني اللي بيقول محمد ويا محمد ده ربنا بيقول عليه بهيم مش إنسان، نفى عنه صفة الآدمية. يبقى أنت لما شيخ يطلع على المنبر ويقول وإن محمد وكان محمد، يعني أنا أرضى أصلي بالخطيب بتاعي يبقى خروف مثلا؟ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. اللي لا يعقلون يدرسونه وإن محمد وكان محمد لا يصح على الإطلاق. الصحابة لما كانوا بيخشوا على سيدنا النبي كانوا بيقولوا له بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فداك روحي ونفسي يا رسول الله. لا إحنا فالحين لما ما هو اللي أنت غلطت فيهم من شوية دول بقوا صحابة، يعني نزلت آيات في صحابة أيام الكفر وبقوا صحابة، فينفع أشتمهم بعد ما بقوا مسلمين؟ ينفع؟ الكتب اللي ترجمتها السعودية للغة الإنجليزية والألمانية والفرنسية كتبوا فيها محمد ومحمد بشر ومحمد بشر. الكتب اللي ترجموها في السعودية بالألمانية والإنجليزية كتبوا فيها محمد وكتبوا فيها محمد بشر، فعمك عتريس مش عاجبه الكلام. طب تعال ناخد صورة عشوائية من كتاب مترجم بالإنجليزية من السعودية، وعشان المصداقية ابحث انت هات أي كتاب مترجم وخش ترجمه وشوفهم كاتبين محمد بس ولا لا. خد يا سيدي كاتبين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا برضو بقول لك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله محمدا وعلى آله. يا عم انت بتتكلم مع مين؟ اللي بعده وترجمه كلام زي الزفت في حق النبي صلى الله عليه وسلم. دول اللي أساءوا قالوا عنه بشر، قالوا مخلوق من طين، كده هم عالم وحشة. بتنكرها عليا ليه؟ ده على أساس أن يفهمهم أن هم بينكروا تقبيل اليد. وتقول لي صور المشايخ اللي في الكتاب بتاعك حرام، صور المشايخ اللي في الكتاب بتاعك حرام. انت حاطط صور المشايخ في الكتاب ليه أصلا؟ هي صورته علم ولا عشان تاخد فيها بركة؟ طب هل انت معترف أن هي حرام ولا لا؟ وصورة الملك اللي على الريال مش حرام؟ يعني انت بتشرب بانجو ليه يا ابني؟ قال طب ما انت واحد جارك بيشرب خمرة، يعني انت معترف ان هي حرام وعشان كده بتنكر عليهم الصورة اللي عندهم. طيب الصورة اللي على الريال ولا على العملة بتاعتهم صورة ممتهنة، يعني ما فيهاش تقديس، يعني ممكن واحد ياخد ريال يرميه في اي مكان يقع منه يدوس عليه واخد بالك يا شيخ، لكن انت تحط لي صورة الشيخ على كتاب مدد يا مولانا مدد، ده مش بعيد يعبدوها. يا الصورة اللي في الكتاب بتاعي انا بس اللي حرام؟ الصورة اللي في الكتاب بتاعي انا بس اللي حرام؟ يعني اللي عندك برضو حرام، يعني احنا الاثنين مشتركين في الحرام. طب يعني انت ما بتقبلش الحق ممن جاء به ولو كان كافر؟ يعني لو واحد كافر نصحك بشيء في دينك هتقول له انت كافر لن اقبل منك الحق؟ حمادة. والصور اللي في البتاع دي اللي على النقود واللي في الكتب المدرسية مش حرام؟ صور بتاع انا بس اللي حرام، صورك انت مش حرام؟ نفاق نفاق، يعني ما بتقولوش الحق اللي عندي وعندكم. طب ما انا قلتها لك اهو، لابد ان تقبل الحق ممن جاء به. يا عم الشيخ ما يمكن مش قادر يقول ان الصورة دي حرام مثلا، اقبل الحق وسيب الباطل اللي عنده. كمل. إذن القضية ما هيش دين، القضية حاجة تانية. القضية قضية فلوس يا عم الشيخ، قضية أضرحة. قضية ايه؟ أضرحة. قضية هدم الدين. ليه؟ لأن كل الاعتراض على التصوف وعلى الذكر وعلى زيارة المشايخ، الاعتراض على التصوف والذكر واخد بالك؟ كله على جابوا آيات وأحاديث ابن متشابه، تمسكوا بكل سنن النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة ان لحاهم قد كده الجماعة الصوفية، وباين على وشك اهو. الواحد عشان يسمع لك لازم اجيب محرم. شابهات، وإما ليس موطن القياس أو قياس مع الفارق، كله ضد الأحكام الفقهية، ولكن عوام الناس جهلة ما يعرفوش فقه
ولذلك الكلام بيمشي عنه. والله فعلا على الاقل مشي على البنات قدامك واللي بيحبوك وبيسمعوا لك عشان ما يفهموش حاجه في الدين. لذلك بقت مشكلتنا احنا ان احنا نصلح الفقه اللي عند الناس، لا يعرفوا حاجه في الفقه ولا يعرفوا حاجه في القياس ولا الاجماع اصل في الدين. الامه كلها اجمعت على حب الامه كلها اجمعت على ايه بقى يا شيخ؟ حب الاولياء وعلى زيارتهم. على حب الاولياء كده عرفك ان الوهابيه ما بيحبوش الاولياء، لكن هي ايه صفات الاولياء يا شيخ جرجس؟ قال تعالى: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طب صفاتهم ايه يا رب؟ الذين امنوا وكانوا يتقون. يبقى لازم حاجتين، الايمان والتقوى. طب الايمان شيء قلبي وتثبته الجوارح، ما وقر في القلب وصدقه العمل. انت عرفت منين ان فلان ولي وانت شايفه بيصلي ويصوم وخلاص، لكن لم تطلع على ما في قلبه يا شيخ؟ وعلى الاستغاثة بيه، مفيش غير على الاستغاثة. اجمعوا على الاستغاثة. من عصر النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا لم يجتمع على الاستغاثة بالاموات الا الصوفية، لا الصحابة ولا التابعين ولا تابعين التابعين قالوا بالاستغاثة يا شيخ. دول بس الفئة الضالة دي اللي اعترضت. يوم احنا نلغي حكم الاجماع، حكم الاجماع بتاع الصوفية. طب يعني الصوفية كلها بتشرب سجاير؟ ومن حوالي سنتين كنت قلت لك انت بتشرب سجاير، قلت لي يعني هي السيجارة بتاعتي اللي هتعمل دخنة في العالم؟ طب ما هي مخلفات السيارات خرمت الاوزون فمش هتيجي على السيجارة بتاعتي. فاكر يا شيخ ولا نسيت؟ مش معنى ان الصوفية اجتمعوا على بدعة اصبحت حلال. ونبني احكام الاسلام على فئة ضالة حاربت رسول الله وما زالت تحاربه. ما زالت تحاربه، على الأقل لستم متشبهين به يا راجل يا حليق. دين. إذن القضية ليست قضية دين عند هؤلاء الضالة، إنما هي قضية تحطيم للدين وتكسيره. تحطيم للدين بنقولك اتبع القرآن والسنة، مش نتبع الأحكام الشرعية المأخوذة من الأحلام والأوهام. والشيخ فلان قال لي علشان يقدروا يتحكموا في الأمة الإسلامية عشان يحولوهم لشعب من الجهلة. ليه؟ لأن أنا بأنسيك أصول الفقه وأصول التفسير وأصول الحديث هنا. ولذلك الأحاديث فيهم كتير بقى وصفتهم كتير. بس يا عم الحاج، وبكده يكون فيديو النهاردة خلص، وعند الله تجتمع كلمة السر للناس اللي وصلت للنهاية. تعال اشرب شاي. سلام عليكم.